اعمل ايه يابا؟ تعرف لو تحضر لو تحرق الغايه هناكلك مكان. فين يا محمد؟ بنعمل لكم الصحون. شوف نفخر من الاخر. الساعة 3 الفجر وانتوا بتعملوا ايه؟ بنتسلوا بنتسلوا صيام السحور من السحور. السحور تغزوا الغفير للسحور؟ الناس بتلبس الساعة 6 الصبح. حجاني 8 الصبح. اوعى تحرق البتاعة. والتنجلجش ايه ايه ايه؟ انت فاهم الموضوع غلط. لسه سيبها شوية بتبرد ايدي اليانا. انا ابرد ايدي اليانا بعد كده مش عارف يا حبيبي. انت راح فين يعني؟ انت راح فين؟ عارف والله انت عارف. لا انا لسه. الله الله الله. كمان شوية كمان شوية. انت هتاع اللي هتطلع تاكله ولا ايه؟ لا ده انت خلص بس يلا. اللي هتطلع تاكله. هتولع فين؟ غيره 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 غيره. ايه يا حاج؟ ايوه الله الله الله. معلم معلم الله الله الله. يا حاج ايه؟ الموضوع غلط والله. ما ده عصايه دايب تبقى يا عم هتقلع عليك. ايه ده؟ اهي شوف بص بتطلع ازاي؟ ايوه بتتنفخ. خلاص الله. حاضر اهو. احنا ما تعملوا رغيفين كان زمان الواحد سحر وبطل كمان. ايه يابا يا حاج؟ ايه ده؟ واحده واحده لسه ما طولتش. الله شغل يا عيال على البيت. انت مش عايزين نشبه الحي؟ بقول لك يا محمد شغل الفاخر من الاخر. وريني كده القعر. انا شفت حاجه كده. وريني القعر يا معلم. لا القعر لا وريني القعر يا معلم. لا وريني القعر يا معلم. يا محمص يا ابن الحاج هتولع فين؟ الله يخرب بيتك. لسه 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 شويه يا حاج. ايه ده؟ لسه ايه يابا؟ طبق يا عم. ايه انا تبلي انا ايه رايك والله؟ بص الحركه دي طلع. لا بص ايوه طلع بقى حلو كده. طب هات حته جبنه من دكور. طب شد بس شد. لا تطلع تاكل. مش عارف تطلعها يا حاج. يا حاج انت بتعمل ايه؟ لا الطلاق انت في البيت لسه ما طابتش يا عم. طابت الله يخرب بيتك. طب خد خد جابر يا حاج. يا حاج انا ليه بس حلو كده حلو كده. خد بقى دي مني وادعي لي. افرق كويس وحاجه موت. الله يرحمك يا حاج فتحي. الفتحه عليا اللي عملته ولعت فيه. احلى حاجه انك تعمل رغيف سخن على السحور وتاكل ايه؟ وتاكل محروق كده. وتاكل محروق كده. رجله كويس رجله كويس. حاضر طب ايه ده؟ طيب استنى. ده معلم ده اللي لزقت العجين في بعضه. بوظ الشغل يا معلم. بوظ بالله. ده انا بقول لك ايه؟ حط دقيق. يالا حط دقيق يا جاموسي. واحدة لسه شوية مستعجل على ايه؟ لسه شوية. اي بيبي ليدي خليني ده بتطر ده ولا ايه؟ يا ابني ده انت الفطاطر لو شافك هيتوب. هو ينفع يا جدعان؟ هو ينفع الرغيف يتقلب على وشه عشان يحمر من تحت؟ عادي كل حاجه شغال. شغال
اجانب. طلع اكو ليش كله كويس. الله واحده متطلقه. طلع يا حاج يا حاج طلع يا ديلي اللي انت ما طبش شغال اوعى تولع يا حاج هاد. احذف بس انت شايف وانت بتنشك. عارف انت النتشه بتاعت العربيه دي انت شور فين انت شور انت شور انت شور انت شور انت شور ايوه الله 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 ايه يا حاج هاني ايدك طلع سخنه كده ليه يعني بتعمل ايه جوه روح وش يا عم خلص يا محمد اللي بعده ده مش لما يطيب ده الاول يا حاجي هتطيب اهو بص علامته هو بيطيب الله الله كده بص لفوق خش كده على معلم وريني كده جرب يا ابني جرب ايه ده الله ينور حاجي الله ينور ايه الحلاوه دي بص الفرن معلم شغال من فوق وتحت ويمين وشمال ده شغل شغل على ميه بيضه لا ده انت خلاص نفتح فرن انا هنفتح فرن هنفتح فرن الصبح عن الشارع فرن في المعمول بقول لك يا حاج حاج بسيوني حاج هاني تعالى بكره حاج بسيوني هل بتجيب نتيجه تاكلهم ونسيبك منهم انا انا طب اعمل ايه دي يا حاج ارغي في الحرق ارغي في الحرق يا دي يا دي ايوه اها هنا ساسكت قليلا ايه تمام ده بيتسحروا هما بيغبزوا ما بنضيعوش وقت انت بتلف ايه يالا زجرة محشية دي ولا فاضي يالا لا 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 ايه الحلاوه دي بلاش بنتاكل من منها حاج الموضوع بتاعه غلط هلا يا حاج احنا عايزين نسحره طيب عايزين نسحره تعمل ايه فين العجيب ما عجبكم الخبيز يا جماعه اللي زعلان مننا يعمل زي ايه الله هلا انا جيت منين دي شغل معلمه ازاي دي انا في الصنعه دي بقى كام سنه يا ابني في حاجه فوق ولا ايه ما بيطير من فوق مشكل بقى بينزل من فوق من دول انت يا ابني ايوه خد 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 في شعرايه بص دخل شعرايه في الرغي الله يكرمك يا معفن الله يكرمك يا معفن واحدة يا حاج انا الله يخبيك اي حلو كده يا حاج انا انت فاهم الموضوع غلط انت مش داخل عرشة لسه طالب يا عم يا سليم الله 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 عليك ما قلتش كلمة تفتح ايه دي واحد تاني صل على النبي اللي يحب النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام الله 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 واحدة 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 يا عاج واحدة واحدة يا اخوي ايه ده الرغي الست الزطلة الواد ده بيعمل ايه انت بيجي لك البزود من ايه يحرك المال كيف يا حجان يا سلام يا سلام لما مش حاجة عليا طيب الله مش حاجة عليا لا انسى على اقسم بالله مع خلي زعلان تفهم كده حاجه ايه خد هات هنا هاخد يا عم مالكش دعوه بالناس الله تعال يا عم خد يا عم بتاع ولا هنقدر شعور ايه افتح
انت ولا يا ابني انت تجيني تاكل وتسحر وانت جاهز لسه لسه برا 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 واحده واحده انا هرت انت شايل شد بسرعه لو سبتني برا ايوه ايوه لا 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 ايه ده بقى ايه ده ايه ده ايه الحلاوه دي لا معلم 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 ايوه 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 انت حاجه لا لا انا حاجه لا يابا الواد ده يودينا في دهي قوي يا حي قال لي رجع حد وحيد ابو قادر ما بيفيد جابها منين؟ ايه قال لي قال لي قال لي يا ابني انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت ارحم بيا ليه يا عم بتقول لي من فوق منزل لك منين دول؟ من فوق وين من فوق؟ ربنا بيرزقك ولا ايه؟ هو شكل ربنا بيرزقك المطرحه ولا اسمها ايه؟ خلاص انت سحاز كده وانا ولا لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وشجعني عشان هنعمل لكم كحك وبسكوت بكره لا 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 لا